فاليوم كان جلسة الثالثة ديال الملف ما يعرف لدى الرأي العام بملف قاتل بادر. فجاء أحد المحامين شجع النيابة على المتهم الرئيسي طلب مهلة لإعادة الدفاع، فالقانون كيسمح لي بذلك وحنا كدفاع ما عرضناش الأمر، بالعكس قلناه ماشي مشكل ما عندناش مانع، ولكن كدفاع مطالب بحق المدني التمسنا من المحكمة أنها يكون أجل قريب جدا، لأن كما كنعرفوا في الضحايا ديال عائلة بادر كل مرة كيجيو كيتألموا كيعانيوا واحد المعاناة كبيرة، كينتظروا هما حكم اللي كيكون حكم عادل بإذن الله. فالمحكمة تفهمت أمر أخرت الملف جلسة 20/2/2024 إلى الساعة الرابعة، واعتبرت الملف جاهز تحت اي سبب وتحت اي ظرف. فتحنا ان شاء الله في الجلسه المقبله غنجيو جاهزين، الملف غيكون جاهز للمناقشه، وان شاء الله كنتظروا حكم عادل، وعندنا الثقه في القضاء وعندنا الثقه في النيابه العامه. واستقلال ديال القضاء اللي جا في 2011 في اطار الدستور ديال 2011 ما جاش من العابات، بالعكس جاء بناء على اعتبارات مهمه على القيمه اللي منحها صاحب جلاله السلطه القضائيه واللي تكرست في 2018 في استقلال النيابه العامه. فكما قلت عندنا الثقه في القضاء وان شاء الله في الجلسه المقبله غيكون الملف جاهز. بخصوص المتابعات اللي عند المتهمين، فاغلبيه المنابر الاعلاميه كيسولوا، فالمتهمين كتختلف المتابعات ما بين المتهم الرئيسي اللي عنده قتل عمد سبقته جنايه السرقه الموصوفه ولاحقته جنايه محاوله قتل العمد لاحد اقرباء المتهم. المنصوص على العقوبه ديالها في القانون الجنائي في الفصول من 129 114 509 392 و393 عقوبه كتوصل للمؤبد، ولكن هذه العقوبه القتل العمد سبقته جناية ولا لحقته جناية ولا كان مصحوب سبق إصارة، فالعقوبة كتوصل تبقى للفصل 393 من القانون الجنائي، كتوصل عقوبة الإعدام. بالنسبة للمتهم الثاني عنده تقديم علم لتقديم مساعدة لشخص ارتكب جناية وهو يعلم بوقوعها وعدم تبليغ عن جناية، العقوبة كتوصل ل 15 عام. بالنسبة للمتهم الثالث والرابع والخامس فالعقوبة ديالهم كتوصل نفس العقوبة ديال الفاعل الأصلي تبقى للقانون الجنائي وطبقا للمادة 129 من القانون الجنائي، عقوبة نفس العقوبة ديال الفاعل الأصلي. وهالشي كيأكد أن القانون الجنائي وضع واحد العقوبة متناسبة مع الشخص اللي كيساهموا في قتل العمد، لأن تقريبا نفس الأفعال، لكن واحد حاضي وواحد شفار ولكن واحد حاضي وواحد قتل، فتقريبا نفس العقوبة وهالشي اللي كاين اليوم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.